الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سنتكلم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن مناظرة سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون والسحرة، وسنتكلم عن السحرة وسيدنا موسى وأقوى تحدي في التاريخ وأقوى مناظرة عن السحر وعن صنيع السحرة في التاريخ البشري بين كليم الله موسى وبين سحرة فرعون. بل إن فرعون جمع السحرة من كل مكان في أراضي مصر، بل يقال إن فرعون جمع 70,000 ساحر، ويقال 80,000 ساحر، ويقال 40 غلام من بني إسرائيل هو كان علمهم السحر. والدليل على ذلك قالوا: وما أكرهتنا عليه من السحر. وقال بعض المفسرين: هذا فيه نظر. أما الراجح أنه جمع من 70 ل 80 ألف ساحر من أراضي مصر، من كل قطر ومن كل مدينة ومن كل ريف ومن كل قرية ومن كل مكان في أرض مصر، ليتحدى نبي الله وكليم الله موسى عليه الصلاة والسلام. وكانت مصر قديما في عهد الفراعنة مشهورة بالسحرة والشعوذة، وكان السحر من صنعهم، وكانوا يتقنون فنون السحر. بل إن فرعون جمع السحرة ليتحدوا موسى، وكان يظن أنه سيغلب نبي الله موسى وأنه سيلحق به هزيمة ساحقة، ولكن الله عز وجل ناصر نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون يوم الضحى، ولماذا قال يوم الضحى؟ لكي يكون الناس مجتمعون ويروا الحق الذي يؤيد الله به موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم طلب موسى أن يوعد إلى وقت معلوم ومكان معلوم، وكان هذا من أكبر مقاصد موسى عليه السلام، أن يظهر آيات الله وحجة الله وبرهان الله جهرة بحضرة الناس. ولهذا قال: موعدكم يوم الزينة، وكان يوما من أعيادهم ومجتمع لهم، وأن يحشر الناس ضحا، أي من أول النهار في وقت اشتياب ضياء الشمس، فيكون الحق أظهر وأجلى. ولم يطلب أن يكون ذلك ليلا في ظلام كما يروج عليهم، طلب أن يكون نهارا جهارا، لأنه على بصيرة من ربه ويقين بأن الله سيظهر كلمته ودينه. وإن رغمت أنف قبط مصر، قال تعالى: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأصروا النجوى، قالوا: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، وقد أفلح اليوم من استعلى. يخبر تعالى عن فرعون أنه ذهب فجمع من كل بلاد من السحرة، وكانت بلاد مصر في ذلك الزمان مملوءة سحرة، فضلا في فنهم غاية، فجمع له من كل بلاد ومن كل مكان، فاجتمع منهم خلق كثيرا وجما غفير، فقيل كانوا 80,000، قال محمد ابن كعب، وقال 70,000، قال القاسم ابن أبي برضة، وقال السدي 34,000، وعن أبي أميمة 19,000، وقال محمد ابن إسحاق 15,000، وقال كعب الأحبار كانوا 12,000، ورووا ابن أبي حاتم عن ابن عباس كانوا 70 رجلا، ورووا عنه أيضا أنهم كانوا 40 غلاما من بني إسرائيل. أمرهم فرعون أن يذهبوا إلى العرافين فيتعلموا السحر، ولهذا قالوا:
وما أكرهتنا عليه من السحر. وفي هذا نظر، وحضر فرعون وأمراءه وأهل دولته وأهل بلدته عن بكرة أبيهم، وذلك أن فرعون نادى فيهم أن يحضروا هذا الموقف العظيم، فخرجوا وهم يقولون: لعلنا نتبع السحر إن كانوا هم الغالبين. وتقدم موسى عليه السلام إلى السحر فوعظهم وزجرهم عن تعاطي السحر الباطل الذي فيه معارضة لآيات الله وحجته، فقال: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم، قيل معناها أنهم اختلفوا فيما بينهم. فقائل يقول: هذا كلام نبي وليس ساحر، وقائل منهم يقول: بل هو ساحر فالله أعلم. وأصر النجوى بهذا، وغيره قالوا: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجكم من أرضكم بسحرهما. يقولون: إن هذا وأخيه هارون ساحران عليمان مطابقين متقنين لهذه الصنيعة، ومرادها أن يجتمع الناس عليهم ويصولوا على الملك وحشيته، ويستأصلهم عن آخرهم ويستأمرهم عليكم بهذه الصنيعة، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. وإنما قالوا الكلام الأول ليتدبروا ويتواصلوا ويأتوا بجميع ما عندهم من المكائد والمكر والخداع والسحر والبهتان والهذيان، خوارق العادات التي أجراها الديان على يد عبده الكليم ورسوله الكريم موسى عليه السلام المؤيد بالبرهان الذي يبهر الأبصار وتحاور فيه العقول والأذهان، وقولهم: فأجمعوا كيدكم أي جميع ما عندكم ثم أتوا صفا أي جملة واحدة، ثم حضوا بعضكم بعضا على التقدم في هذا المقام، لأن فرعون كان قد وعدهم ومنهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قالوا: بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا: لا تخف، إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. لما اصطف السحرة ووقف موسى وهارون عليهما السلام تجاههم، قالوا له: إما أن تلقي قبلنا وإما أن نلقي قبلك. قالوا: بل ألقوا أنتم. وكانوا قد أعمدوا إلى حبال وعصي، فأودعوا الزئبق وغيره من الآلات التي تضطرب بسببها تلك الحبال والعصي اضطرابا، يخيل للرائي أنها تسعى باختبارها، وإنما تتحرك بسبب ذلك. فعند ذلك سحروا أعين الناس واسترهبوهم، وألقوا حبالهم وعصيهم وهم يقولون: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. قال الله تعالى: فلما ألقوا السحرة وهم يقولون: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. والله عز وجل أخبر أنهم سحروا أعين الناس، أي خاف على الناس أن يفتنوا بسحرهم قبل أن يلقي ما في يده، فإنه لا يضيع شيئا قبل أن يؤمر. يعني موسى عليه الصلاة والسلام لا يضيع شيئا إلا إذا أمره الله عز وجل، يعني مش هيلقي العصا اللي في إيده إلا إذا أمره الله تبارك وتعالى. فأوحى الله إليه في الساعة الراهنة: لا تخف، إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. فعند ذلك ألقى موسى عليه السلام عصاه وقال: ما جئتم به السحر،
إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمين. وقال تعالى: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وذلك أن موسى عليه السلام لما ألقاها صارت حية عظيمة ذات قوائم، فيما ذكر غير واحد من علماء السلف، وعنق عظيم وشكل هائل مزعج، بحيث أن الناس انحازوا منها وهربوا سرعا وتأخروا عن مكانها. وأقبلت هي ما ألقوا من الحبال والعصي، فجعلت تلقف واحدا واحدا في أسرع ما يكون من الحركة، والناس ينظرون إليها ويتعجبون منها. وأما السحرة فإنهم رأوا ما هالهم وحيرهم في أمرهم، واطلعوا على أمر لم يكن في ذهنهم ولا يدخل تحت صناعتهم وأشغالهم. فعند ذلك وهنالك تحققوا بما عندهم من العلم، أن هذا ليس بسحر ولا شعوذة ولا محل ولا خيال ولا زور ولا بهتان ولا ضلال، بل حق لا يقدر عليه إلا الحق الذي ابتعث هذا المؤيد به بالحق، وكشف عنه قلوبهم غشيتهم الغفلة، وانهار بما خلق فيها من الهدى، وأزاح عنها القسوة، وأنابوا إلى ربهم وخروا له ساجدين، وقالوا للحاضرين ولم يخشوا عقوبة ولا بلوى فرعون: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. كما قال تعالى: فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. قال سعيد بن جبير: ولما سجد السحرة رأوا منازلهم وقصورهم في الجنة تهيئا لهم وتصغرفا، أي لتهويل فرعون وتهديده ووعيده. وذلك لأن فرعون لما رأوا هؤلاء السحرة قد أسلموا وأشهروا ذكر موسى وهارون في الناس على هذه الصفة الجميلة، أفزعت ذلك، ورأوا أمرا باهرا وأعمى بصيرته وبصره، وكان فيه كيد ومكر وخداع وصنيعة بليغة في الصد عن سبيل الله. فقال مخاطبا للسحرة بحضرة الناس: آمنتم له قبل أن آذن لكم، أي شاورتموني فيما صنعتم من الأمر الفظيع بحضرتي، ثم تهدد وتوعد وأبرق وأرعد وكذب، فأبعد قائلا: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، أي أن فرعون اتهم موسى عليه السلام أنه ساحر وأنه علم السحرة السحر. وقال في الآية الأخرى: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. وهذا الذي قاله من البهتان يعلم كل فرد عاقل ما فيه من الكفر والكذب والهذيان، بل لا يروج مثله على الصبيان. فإن الناس كلهم من أهل دولته وغيرهم يعلمون أن موسى لم يروا هؤلاء يوما من الدهر، فكيف يكون كبيرهم الذي علمهم السحر؟ ثم هو لم يجمعهم ولا
ولا علم باجتماعهم، حتى كان فرعون هو الذي استدعاهم واجتابهم من كل فج عميق وواد صحيق، ومن حواضر بلاد مصر والأطراف، ومن المدن والأرياف. قال تعالى في سورة الأعراف: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها. وبإذن الله تبارك وتعالى سنكمل في اللقاء القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء هذه القصة الجميلة، قصة كليم الله وحبيب الله ورسول الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فما أجمل قصص الأنبياء، وما أجمل أن نخوض في سيرتهم الطيبة العاطرة المباركة. فهم أئمتنا وقادتنا، أنبياء الله ورسل الله، فهم خير خلق الله وأطهر خلق الله وأفضل خلق الله في أرض الله. وأسأل الله عز وجل أن يحشرني وإياكم معهم بفضله وكرمه ورحمته التي وسعت كل شيء، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.